معناتها مليتي من دور البراءة، وبما أنك جهزتي هالقعدة معناتها أنت مخططة للي بده يصير هاي الليلة. طلعتي من هذا النوع لك، شكلك ما بتمانعي بنهب. امسكك من إيدك وأخذك على غرفتي. كل شيء تحملت، كل شيء وسكتت، بس هالمرة لا، ما رح أتحمل. هي إهانة ما بقبلها. ما عاد فيني لهونه بس. أنا إذا بدي فيني رد عليك، بس أنت ما بتستاهلي نحكي معك. وقحة شو لوين؟ ما مشيت الأمور على كيفك؟ أول شي كنتي ضحية، بعدين قررتي تلعبي لعبتك على المكشوف بس فشلتي، وهلأ لما انكشفتي قررتي تهربي. عم بحكي معك ردي، كيف تجرأتي تعملي هيك؟ انت مين مفكرة حالك؟ لا انت، انت اللي كيف بتتجرأ بتحاكيني بهذا الاسلوب؟ نفسيتك وتعصيبك تحملته وسكتت، اما انك تحكي عشرفي لا ما بتحلم. ما رح اسكت على هالإهانة بنوب. خلاص انت انكشفتي، ما زبطت خططك لهيك عم تهربي. هاي الحركات مو علي. شو لوين؟ ما مشيت الأمور على كيفك؟ أول شي كنتي ضحية، بعدين قررتي تلعبي لعبتك على المكشوف بس فشلتي، وهلأ لما انكشفتي قررتي تهربي. شو ليش رجعتي؟ مو على أساس ما رح تقبلي بالإهانة؟ شكلك غيرتي رأيك ورح ترجعي تحاولي من جديد إذا كنتي مفكرة. أنا رجعت
لأني هون مسؤولة عن ولد صغير. هو مسؤوليتي وما رح أتركه مع واحد مثلك. وبعدين أنا فكرت وقررت أني ما أهرب، لأني مو عاملة شيء أخجل فيه. ما رح أهرب لأني ماني غلطانة. من الأساس ما ارتحت له. حقك علي مليكة، عن جد سامحيني، تأخرتي بسببي. شفتي؟ مشيت عليها بالزور والله. بسيطة يعني، شو بدك تعملي؟ أنا تسليت بس خفت عليه من البرد. رح أخده على الغرفة ونيمه بتخته. شو صاير؟ شو هذا؟ كأنه كان في حرب هون. أبصر شو اللي صاير بيناتهم. شكل الخطة تبعي عملت مشكلة. رح نظف قبل ما يجي حدا ويشوف هالشوفة. غريب،